السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة طلبتوا مني تجربة للتاهو وطلبتوا تجربة لليوكون، فبصراحة ما أعرف إيش أسوي عشان أرضيكم، لكن إن شاء الله حيجيبكم اللي تشوفوه الآن. أنتوا طلبتوا التاهو وطلبتوا اليوكون فجبنا لكم الاثنين. هذا اليوكون على اليمين والتاهو على اليسار. هنتكلم إيش الاختلافات بينهم اليوم، إيش الأشياء اللي تشابه بينهم. طبعا السيارات من تحت خلينا نقول من 80 ل 90% واحد، الاختلافات يعني جمالية كوزماتيكلي شوية، المقدمة، مؤخرة السيارة، بعض الألوان الجلود الداخلية، زينون أو بدون، مثلا كروم أو كروم أقل كروم أكثر، شكل الجنوط، ولكن هناخدها بالتفصيل مع بعض اليوم. خلونا مع بعض وإن شاء الله تناسبكم التجربة. احنا الان مع العملاقين دول، عملاقين صناعة الفئة حقت السيارات هذه في الصناعة الامريكية. طبعا عندنا هنا اللي هو الجي ام سي اليوكون، وعندنا الشيفروليه التاهو. اليوكون طبعا اسم واحد من اسماء سلاسل الجبال الامريكية، وعندكم الله يسلمكم السيارات هذه. طبعا مفهومها الامريكي في صناعة السيارات bigger is better، اكبر، اوسع، افخم، اكبر، افضل، يعني دائما على المفهوم حقه عنده كده ما شاء الله. فعلا اذا حبينا نتكلم على احد بيصنع حاجه كبيره بشكل مريح بشكل حلو، ما في احد قد الامريكان او زي الامريكان في الصناعات هذه. الان ايش الاختلافات او ايش المميزات بين السيارتين دي؟ الطول طبعا، في عندنا الشاصيه القصير وفي عندنا الشاصيه الطويل. الشاصيه الاطول اوتوماتيكلي بيجي اطول بحوالي نص متر وشويه، فخلينا نقول نص متر. السياره طولها حوالي 5 متر وكسر، عرضها 2 متر ونص سنتي، ارتفاع 1889 ملي، يعني تقريبا حوالي متر وتسعة من عشرة خلينا نقول. طبعا للدواعي الانسيابية ووسع السيارة، السيارة طولت 5 سنتي، عرضت حوالي 2 سنتي ونص، ونزل ارتفاع السيارة بحوالي 6 سنتي عشان دواعي الانسيابية. طبعا كلام ينطبق هنا هو بينطبق هنا. السيارة هي واحد. ايش الاختلافات؟ خلينا نقول اختلافات تجميلية، يعني مثلا الايجي كروم اكثر او يجي كروم اقل، تجي لمبات عاديه، لمبات زينون ولمبات لمبات عاديه. طبعا الدينالي القمه فيها اللي هو يجي 6200 سي سي، بيوتوماتيكلي بينزل فيها الزينون وتنزل فيها كل المواصفات كامله، ويجي 420 حصان 430 حصان. طبعا دي كماكينه عملاقه في بكل المقاييس. هذه الماكينه 5300 سي سي زي ما تكلمنا عليها في تجربه عندنا السييرا او السيلفرادو قبل كده، حسنوها بشكل جبار عن اول. كل اللي تشاركوا مع الماكينه الاولانيه يمكن حوالي 4-5 مسامير، السعه واحده 5300 سي سي، الباقي مختلف بالكامل بما فيها فصل وتشغيل الاربع سلندر لثمانيه سلندر عشان عمليه التوفير في البنزين. الشاصيه القصير والطويل زادت 5 سنتي. ايش المميز في شكل السياره هنا؟ غير انه نعموها وحسنوا انسيابيه كثير عن اول، مع انه شركه جي ام ما ادت رقم واضح تماما في الناحيه دي، لانه انا دائما اقول اللي يصمم سيارات جيوب احزن عليه، لانه عبال ما يعمل حاجه يعني بيدوا له بلوكه كده يقولوا له اعملها انسيابيه، مع انه اللي بتدري سياره رياضيه او سياره سيدان يقدر يبدع في الانسيابيه اكثر. ومع ذلك مع شغل جبار سوى شركه جي ام، حبوا يطوروا السياره لمرحله جايه. انا دائما اقول اللي شري سياره بيشتري حزمه تكنولوجيه، هذه التكنولوجيا حتقعد 10 سنين ومثلا او 5 سنين او 8 سنين، وبتختلف حسب الموديل وحسب الفلوس اللي بتدفعها. قبل فتره او قبل سنه عملت تجربه لليوكون مع اليوكون مع الارمادا مع السيكويا مع الاكسبيديشن، وايامها قلت الجي ام سي اديتها شويه تقييم منخفض، قلت لانها في اخر عمرها انا نستنى الموديل الجديد يجي. هذا هو الموديل الجديد، فانا اقدر اقول لكم شركه جي ام بتنافس بقوه على الصداره. الان ايش الاختلافات اللي سواها شركه جي ام غير انه طوروا المواد الخام اللي جوا وحسنوا اشياء كثير اللي سمعوها من العيوب؟ عندنا هذا الاي بيلر، هذه في تصميم السيارات، اي بيلر العمود اي الالف، بي بيلر العمود باء، سي بيلر العمود جيم. حركوا البي بيلر قردموه لقدام شويه، وفي نفس الوقت لانه السياره طولت 5 سنتي وشويه مطوا الباب، طولوا الباب الخلفي، فصار عندك وسع اكثر في عمليه الدخول والخروج، وفي عمليه فتح الباب يكون اوسع عشان ما حد يتضايق. وفي نفس الوقت الكراسي اللي كانت تطبق باليد صارت تطبق كلها بالكامل الكهرباء. طبعا على حساب جوا المساحه الخلفيه حقت التحميل خسروا 5 انش مكعب، 5 انش مكعب يعني ما شاء الله عندك اطنان من المساحات ما حد بان معاك مقابل انه الدوك
انه الكراسي الكهرباء تطبق في اقل من 5 ثواني ويكون عندك يعني تطبق بالكامل، يكون عندك عمليه مريحه جدا. الزر زي احنا شايف الشنطه او الكرسي عفوا بضغطه بتكهرب بسيطه، ضغطه وضغطتين بتحرك معنا بالكامل. الكرسي الخلفي افضل من الامامي لانه يتفتح ويتقفل بالكامل بالكهرباء. الكرسي الوسطاني على قد ما عمل شغل حلو فيه وصار بالكهرباء وفي مساحه حلوه للرجول هنا او هنا، بس للاسف ما زال لازم الواحد يمد يده ويقفله بنفسه. على قد ما قد تكون شيء يعني ما هو مشكله ان واحد يمد يده ويفتح ويقفل، فهمت علي كيف؟ بس اعتقد على الزياده اللي في السعر، لانه ما شاء الله في زياده نطت الاسعار فوق جامد، كان يعني اعتقد كان كله كهرباء في كهرباء كان حيطلع احلى. ايش في عندنا في الجنوط؟ الجنوط عندنا تجي 3 مقاسات 18 20 والدينالي يجي 22. طبعا حسب الاوبشنز واحد ممكن ياخذها كاكسسوار او ياخذ السياره الفول اوبشن بالكامله، بس حسب اللي بيلاقيه. الان في حاجه ثانيه، ما زالت السياره محافظه على عيب واحد شويه. طور ونعم واشياء كثير جدا، وحطوا الكترونيات تساعدك وتشوف وتحميلك على السياره، التعليق الالكتروني في ال تي زي اللي يتحرك 1000 مره في الثانيه الواحده، اخذينه من الكورفيت ومن سيارات ثانيه طوروه، ففعلا اللي يركب حاجه زي كده في ال تي زي حينبسط جدا بنعومه السياره. التعليق الخلفي ما زال مستقل قطعه واحده، وهذا هو باللاند كروزر باللكزس 570 بالكاديلاك الاسكاليد نوعا ما، يعني انا اعتبره هذا عيب على سياره مطوره جدا او فخمه بالشكل هذا، لانه يعني تقولوا لي في اغنيه ماشي حاله، لكن في سياره زي دي ما زالت تركات، هذه ما هي سياره عاديه، هذا ترك لكنها تطورت كثير. السياره على قد ما جي ام حسنت جدا في مواصفات، في الفخامه، في جوده المواد المستخدمه جوا، في تعليق السيارات، في نعومتها، في الالكترونيات اللي حاطينها، عمليه اللي هو ادابتيف كروز كنترول اللي هو مثبت السرعه بالرادار، عندنا عمليه هنا في النص في الفولي لودد اللي فول اوبشن بيكون موجود عندنا الهيد اب ديسبلاي، المعلومات اللي تتعرض بالكامل في القزاز، هنا موجود عندنا معلومات حقت الكفرات، وعندنا مثلا عمليه الواحد بيطلع من خط لخط بتديك انذار، الكراسي بتتحرك معك شويه، فعندنا رجوع لورا، عندنا سنسور لو واحد جوا السياره بتحرك مثلا والسياره مقفله حيبان، لو واحد حاول يكسر القزاز حيبان معك، فيها ما شاء الله كمية الكترونيات واشياء حاطينها مرة حلوة. الان كان ممكن انهم يحسنوا شوية ميكانيكيا في عملية قطر الدوران، يعني جوا السيارة لما جوا البلد لما تلف في مكان ضيق كان ممكن يحسنوها، ما حسنت الجي ام هنا، لكن حطوا الالكترونيات اللي تسهل حياتك مرة كثير. لا ننسى ما شاء الله السيارة عند تسايق باخرة، الواحد لما يسوق السيارة هادية وترك هذا، انا اعتقد يعني من باب المبالغة في رأيي الشخصي، انا ما اقدر اقول انا سايق لما احد يقول انت فين او انت مع مين، اقول لهم نحن في المعية، لانه هذه ما شاء الله ال 2 طن و600 ما اقدر اقول انا، يعني هذه نحن جماعة ماشيين مع بعض. ايش الاشياء اللي اعتقد فاتت على الجي ام؟ جي ام كانت طبعا يمكن الموديل شوية قديم ومروا في عملية المشاكل حقت الافلاس، رجعوا بيشدوا حيلهم بيظبطوا اشياء كثير، بس كمستهلك ما بتعني المواضيع دي كلها، عشان يحط فلوسه يبغى السيارة تدلعه في كل الامور. طبعا زي ما قلت نطوا قفزة جبارة، وإن كان فرتت معاهم حاجتين جدا بسيطة عشان يسيطروا على فئة دي أمام منافسينهم من اليابانيين أو من الأمريكان الثانيين. التعليق الخلفي قلت ثابت، مع إنه الإكسبيديشن جاي الجديد مستقل، هنا 8 سلندر، شركة الإكسبيديشن الجديد حيجي 6 سلندر توين توربو. طبعا على مستوى الونيت لونيت، لأن هذه كلها مبنية واحد، الجي إم أثبتت إنه أفضل في صرف البنزين من الإكسبيديشن بواحد مايل في الجالون في الأربعة لتر. طبعا اللي أعتقد اللي نسيته شركة جي إم كاميرا أمامية. لو حطوها وسبقوا نفسين حاجه هايفه، كاميرا اماميه في حاجه بدال الحجم كان حتنفع كثير وتساعد، خصوصا والكاميرات الجانبيه في عمليه حتى في عمليه الاوتو بارك، لما السيارة يصير الاوتو يعني تحطوا لي اوتو بارك روعه في سيارات صغيره، ما اختلفنا يا عم، الديناصور ده يبغى له الاوتو بارك اللي يساعدني اوقفه مش السياره الصغيره، لكنها انا اعتقد انه هذا مكان حق يعني حق تطوير. جي ام طبعا يمكن في عقليه المصمم حق السيارات الامريكيه حق جي ام، طبعا ما اقدر اعيب، بس هم موجود عندنا في البلد هذه ميزه، بين كل محطه بنزين ومحطه بنزين في خطوط سريعه، يا في مطعم يا فندق يا محطه بنزين ثالثه، فكل اللي تبغى تاكل تبغى تنام تبغى تخش تستحمى تبغى اكرمك الله حمام اللي تبغاه موجود، لكن احنا ما عندنا الشيء ده، او باقي القاره خارج قاره امريكا ما عندهم الشيء ده، فعمليه ثلاجه صغيره جوا الواحد تبرد يحط فيها الامور هذه كان حتكون جدا ممتازه. النقطه الثالثه اللي انا اعيب على الشركه او من باب العتب
على شركة كبيرة عملاقة زي جي ام، رقم واحد في الصناعة في العالم، رقم وفي الأمريكي رقم واحد، فورد رقم اثنين، وشركة دوج كرايزلر رقم ثلاثة. فالشركة لما دوج كرايزلر يحطوا لنا سارة جيب الشركة الصغيرة يحطوا لي 9 نمر الجير بوكس، وإحنا هنا ما زلنا في 6 نمر. سارة دي أي نعم حسن الإلكترونيات صرف البنزين، بس كان ممكن تستفيد جدا من 8 نمر. جي ام قالت إنها شغالة على 9 و10 نمر و8 نمر، بس عبال ما يوصل لنا إحنا محتاجين التكنولوجيا دي الآن. هذه مفاتيح السيارة تقريبا واحدة، اللهم الخلفية جي ام سي او شيفرولي، مفاتيح واحدة. عندنا الشنطة من ورا فتحة وقفلها، فتحة باب السيارة قفلها، تشغيل السيارة وجهاز الانذار. المراية فيها بلايند سبوت المنطقة العمياء، زي ما قلت الالكترونيات اللي حسنوها جدا كثير في السيارة. عندنا طبعا بتدي المراية الغماز على اليسار تبان من المنطقة البعيدة بزاوية حادة. الماكينة طبعا الواحد لو قفل السيارة ويشغل الماكينة بالشكل ده تشتغل معنا، طبعا يكون حساب التكييف شغال. بس ايش شايف فيها عيب؟ بعض السيارات الثانيه فيها ميزه حلوه وهنا ناقصه في السياره دي، اتمنى ان نضيفوها. لما تيجي احيانا مثلا تكون سايب السياره فتحه السك مفتوحه او الشبابيك مفتوحه، لما تضغط على زر تكفيل السياره يقوم كله يتقفل مع بعض. هنا للاسف الخاصيه هذه ما هي موجوده. طبعا برضو من الاشياء الحلوه في السياره البديهيه وبعدين عندنا من داخل هنا الزرير حقت الكراسي. فتح وتكفيل بالكهرباء بالكامل. والكراسي الأمامية اللي في الخط الوسط كمان من هنا الواحد يقدر يسطح الكرسي بالكامل، حابب ينام، حابب يحط عفش، طالع كامبينج برا في رحلة بخيم، يقدر ياخذ المنطقة دي بالكامل. طبعا زي ما قلنا هنا شوية علت المنطقة عشان يحطوا التجهيزات الكهربائية والمواطير من تحت. قل المساحة العملاقة جوا قلت بخمسة انش مكعب، يعني ما هي أزمة بصراحة، لكن مقابل العملانية هذه ومميزاتها الحلوة شيء جدا رائع. في عندنا درج هنا صغير كمان حق الطفات حريق. صورت لكم السيارة هذه في معرض دبي كمان، كان في تصوير كامل على السيارة هذه في معرض دبي أول قبل ما تنزل. في عندنا كاميرا خلفية وباركينج سنسورز موجودة من ضمن الباكيج اللي هي حطوها جي ام لتحسين تحسين التعامل في السيارة والسيفتي والنعومة وتسهيلها. عزم السيارة ما شاء الله 355 الأحسنة، والعزم 52.8 متر كيلو على 4100 RPM دوران ماكينة. السرعة القصوى الماكينة 5600، 355 حصان، بس 5800 RPM يوصل معنا في الأحمر ما شاء الله تبارك الله. يعني السيارة ناعمة على 5300 cc، تقيلة، لكن مع ذلك الأداء، تسارع السيارة بتكلم بحوالي 6 ثواني شوية، والدينالي تحت 6 ثواني بشوية حتكون تقريبا، يعني من 5 وكسور ل 6، والثانية حتكون حوالي 6.5 لـ7 ثواني. طبعا الجيم هنا كله، اللعبة كلها هنا ما هي في السرعة بس في العزم، العزم حق التحميل، حق السحب، حق عدد الركاب. هذه يعني ملكة في الفئة حقتها السيارة هذه. احنا الان جوا السيارة ما شاء الله تبارك الله، مو مجاملة بس فعلا بكل الانتقادات اللي كنت بقولها انا معجب في السيارة دي، سيارة ممتازة. لما اقول الانتقادات هذه لانه عمل شغل جبار في شركة جي ام وحابب انهم يكملوا فيه، هم اقدم ناس، هم من ابتدوا الفئه هذه عام 1935، وهم اولى من غيرهم المنافسين انهم يكملوا في الفئه دي بشيء جبار فيها. عشان كده هذه انتقادات كل واحد بيقولها ما انتقادات على قد ما انه بيقول انه في امكانيه في تطوير السياره هذه، السياره دي لسه ما وصلت لاخرها. فسياره حلوه، سياره ناعمه، ما زالت الاساس الروتس الجذور حقت الترك ما زالت موجوده فيها. جي ام عمل شغل حلو، ممكن تتمنى انهم ياخذوه للمرحله الثانيه. يعني احيانا بتكون متنافس وتوصل في اخر واحد وتبتدي تسابق توصل للمركز الثاني او حتى الاول، احيانا تلاقي في حاجه بسيطه اضافيه تسويها عشان تضمن انه منافسينك، حتى واحد فيهم بيرجع ينافسك ما يقدر ينافسك، ولو حب ينافسك حتاخذ منه مجهود اكثر واكبر عشان يقدر ينافسك او يقدر يوصل للي انت وصلت له هو. فهذا جي ام فضل تكه بسيطه كده عشان يثبتوا صدارتهم قدام. احنا الان سايقين السياره، السياره جدا حلوه، جدا ناعمه، طبعا على قد ما خفضوا السياره ارتفاعها الاجمالي، لكن الواحد ما زال يحس نفسه فوق، الصدام فوق، في يعني شايف كل شيء تحت، وهذه يعني على قدام في المسافه في السفر وغيره، حلو الواحد دائما يحس نفسه انه
متحكم في السيارة. طبعا كل الاجهزات اللي ضافوها على السيارة دي زادت وزن السيارة. فالفرامل كنت اتمنى الاقي فرامل مخرمة شوية، ما هي مقصود انها فرامل حقت سباقات على قد ما انها تستحمل حرارة اكثر وتستحمل وزن اضافي، الكترونيات اكثر، فخامة اكثر. وين كان جيم عملت مجهود انها تخفف الوزن شويه، بس ما زالت عملاقه يعني ما شاء الله 2600 كسور كيلو، ما هي قليله ابدا. وانت طالع لغايه 3 طن وشويه، 3 طن وربع، فمن فوق 2 طن ونص ل 3 طن وربع في عندك وزن. الوزن هذا لا محاله حيبتدي يبان معك في الفرمله، في وقفه السياره، في المساعدات، على الكفرات. طبعا احنا زي ما احنا جايين جوا السياره، وفي عندنا هنا البرنامج السي او اي حق او الانفوتينمنت الانفورميشن المعلومات بالترفيه حق شركه جير موتورز والكاديلاك موجود عندنا هنا. بتطلع عندنا هذا الفوق يصير الفالي عندنا، حوريكم اياه الان. وعندنا طبعا التكييف ما شاء الله موجود هنا، بما فيه تكييف وتسخين الكراسي، من خاصيه جدا حلوه على السياره بهذه الفئه. عندنا طول ما انا ماشي الكرسي زي ما شرحت لكم في السلفرادو قاعد بزغزغني، يعني بديني انذار كل شويه انك ترى طلعت من الخط. وطبعا بتبان عندنا حتى اذا قربنا من قدام الباركينج سنسرز الاماميه، وهو انجاز رائع مقارنه بالموديلات القديمه. فوين كان قلت نقص الكاميرا الاماميه والجانبيه الاثنين يمين وشمال، فبدينا كل طول ما انا ماشي بدينا الانذارات قدامنا على الشاشه هنا، وبعض الانذارات طبعا في الدينالي اللي حظه حلو حق الدينالي او يقدر يدفع قيمه الدينالي، لانه ما شاء الله بنتكلم على 265 الف ل 280 الف ريال، فحيلاقي المعلومات الهيد اب ديسبلاي معلومات كامله هنا. انا ماني حابب اخذكم تفصيل جدا زياده عن اللزوم جوا السياره، لانه شرحتها في معرض دبي وكان في شرح على السياره، وشرحتها في الونيت السياره سلفرادو، هي السياره من جوا. اللهم هنا سنت اتقل وافخم واحلى، لكنه العمود الفقري والعظام الاساسيه حقت السياره من تحت وحده. زي ما احنا شايفين عندنا هنا نظام الرجوع للخلف، حتى كمان بتحديد المسارات، شايفين حتى العلامه حقت هذا الخطر، وبانه قربنا كثير. وفي نفس الوقت في الكرسي حسسها عندي، الله يرضى عليك. الواحد يعني ركب السياره كل شيء يحس ان الكرسي بيعمل له انذار، لا يحس بانه والله هذا مساج، ترى مو مساج، هذا بديك تنبيه انه خد بالك السياره دي. هنا عندنا التعشيق التبترونيك، وان كان يعني على قد ما شوفوا لمسه حلوه ما انكر، لكنه ما هو ذاك الشيء. السياره دي معي عشان الاداء الرياضي، فمهم كما نكون حقانين ما هو معمول شيء انه يكون تعشيق رياضي. عندنا هنا حق التو، اذا بتسحب حاجه وراك، واحده من احسن السيارات اللي ممكن تقابلها في عمليه انك تسحب وزن مقطوره وراك او يخت او مركب، او تسحب او تركب ركاب معك كثير السياره، او تحط عفش كثير، السياره هذه منها. هذا عندنا ايش الفالي، او راح تحط المحفظه شيء زي كذا ويقفلها، ما حد يقدر ايش. طبعا السيارات هذه بفئاتها بين التاهو وبين اليوكون بتختلف حسب الفئات حسب المواصفات، فممكن تلاقوا شيء هنا مو موجود هناك، فاحنا بناخذها بشكل عام. الاسعار تبتدي من حوالي 162 163 180 220 225 الين الدينالي يوصل حوالي من 265 ل 280 الف ريال. الكاديلاك الاسكاليد اللي هي نفس السياره بس فيها محسنه تبتدي من 348، الشاصي القصير والشاصي الطويل حوالي 380 الف ريال، 375 380 الف. طبعا الاسعار الامريكي كل شويه الثانيه تطلع وتنزل حسب المواسم حسب العروض، فدائما ما بيبخل على عملائهم بالديسكاونت حلو. ختاما اتمنى ان شاء الله تكون اسعدتكم التجربه، اعذروني لو قسيت على السياره شويه، بس بصراحه لان السياره هذه من السيارات الى عزها واحترمها، وعارف عمل شغل جبار جدا فيها، وان كان زي ما يقولوا في اشياء بسيطه ممكن تتحسن بس بشكل افضل. انا عارف الناس مدحوا في السيارات هذه جدا كثير، وهي سياره رائعه لا تفهموني غلط، وان كنت اتمنى من جي ام الاشياء البسيطه دي يحسنوها وخلوها تتنقل، بتصير هي ترجع ثاني مره زي ما ابتدت مسيطره في الفئه هذه. ختاما شكرا لكم، وشكرا للساده اللي داعميننا شركه تويو ولغيرهم من المعلنين الثانيين ان شاء الله الداعمين، واتمنى ان شاء الله لتجارب ثانيه كثير. شكرا لكم.